كام يوم كان في حدث عالمي مهم في روسيا. الحدث ده اسمه المهرجان العالمي للشباب لروسيا سوتشي 2024، مهرجان بيشارك فيه عدد كبير من الشباب من مختلف دول العالم. مصر كانت موجودة وكانت مشاركة بمجموعة من شبابها وأبرزهم فريق سفراء الشباب العالمي اللي قدم هناك حزمة كده من المحاضرات والورش وقدم مجموعة من المقترحات عن استراتيجية العمل التطوعي في العالم. عايزين نعرف تفاصيل اكتر. معانا طبعا الدكتوره نجلاء فتحي الليثي وهي مدير برنامج اسره بالهلال الاحمر المصري واحده من المشاركات في هذا المهرجان. منورنا، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكم، صباح الخير عليكم. كل سنه طيبين. كل سنه طيبه يا دكتور. في البدايه دكتور عايزين نتعرف من حضرتك على الكواليس، كواليس اختياركم للمشاركه في هذا الحدث. هو في الحقيقة احنا مهرجان الشباب العالمي بروسيا تم اطلاقه لسنة 2024 من حوالي 6 شهور. كان طبعا كامبين عالمي كبير جدا. في مصر احنا انا شاركت في 2017 مع الوفد المصري برضو، فحاولنا ان احنا المرة دي ان احنا يكون في دعم من جهة حكومية كبيرة، ومفيش احسن طبعا من وزارة الشباب والرياضة واستاذ الدكتور اشرف صبحي. الكامبين كان كبير جدا على مواقع وزارة الشباب والرياضة، وقدم اكتر من 4500 شاب مصري في المهرجان، وده كان اعلى رقم للمتقدمين في الشرق الاوسط، وتاني دولة قدم منها مشاركين على مستوى العالم. وده طبعا بسبب دعم الوزارة وانتشار الموضوع ما بين الشباب كلهم بمختلف بقى فئاتهم، الرياضيين والفنيين والمتطوعين وكلهم. فاحنا قدمنا، وبعدين كان في اللجنة التحضيرية الوطنية من مصر كان بيرقصها استاذ احمد براني، وكان اعضاء اللجنه الاستاذ دكتور عبد الله البطش مساعد وزير الشباب اللي هو حاليا رئيس الوفد المصري في سوتشي، ودكتور شريف جاد والمستشار ناجي. وبعد كده كان بقى في مجموعه من الانترفيوهات والمقابلات، وطبعا الابلكيشن طبعا ما كانتش سهله خالص. كان فيها تحديات كتير طبعا، ان لازم يكونوا بيختاروا فئات معينه من الشباب اللي هي متفوقه في مجالاتها. بس بعد كده عملنا انترفيوهات وكان في كذا لقاء، وبعدين كان قبل المؤتمر او المهرجان نفسه كان في معسكر مكثف لتدريب الشباب اللي تم اختيارهم من قبل وزاره الشباب. حضروا الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ومجموعه ونخبه من اللواءات ومساعدين وزراء الخارجيه والمدربين والدكاتره اللي ادونا بعض التدريبات زي عن الاتيكيت، ازاي نتعامل مع الشباب من جهات مختلفه والدايفيرسي وهكذا. عظيم. طيب كان في مواضيع اكيد هي الاهم في النقاشات، هي في ملفات كده انتوا كنتوا مركزين قوي في النقاش فيها، ايه كان اكتر حاجه في تركيز كبير قوي عليها في الكلام؟ طبعا احنا كان اهم حاجه بالنسبه لنا العلاقات الروسيه المصريه. كان في لقاء خاص كان بيتحدث فيه دكتور عبد الله البطش مساعد وزير الشباب عن العلاقات الافريقيه والروسيه في الجامعات اللي موجوده في روسيا وافريقيا وعلى راسهم مصر، واشاد بان العلاقه المصريه الروسيه متطوره جدا التبادل الطلاب ما بينهم كبير جدا، بدليل ان في مجموعه كبيره من الشباب المصري بيدرس في روسيا. وانا كان ليا جلسه خاصه بحاجه اسمها ميشن كايندنس، وهي المهام الانسانيه اللي بتتبادلها الدول. يعني مثلا روسيا عندها مجموعه من المتطوعين الخبراء في العمل المجتمعي والتنموي، كان بيجوا تبادل خبرات هنا في مصر عن طريق المركز الثقافي الروسي، وكان ليهم دعم كبير جدا في تدريب مجموعه من المتطوعين. فتناقشنا في هذه الجلسه ازاي نطور هذه العلاقات، وازاي نقوم بميشن للرؤيه والاستراتيجيه مصر 2030، وعلى راسها طبعا قضيه المناخ. عظيم جدا. حضرتك قلت انه الشباب اللي كانوا مشاركين من المتفوقين في مجالاتهم، ايه طبيعه المجالات؟ كان في مجالات رياضيه، كان معانا اساتذه من الجامعه في المجال الرياضه، وعندنا بطله اولمبيه، وكان عندنا كمان فريق باليه عمل عرض باليه فرعوني في سوتشي في قبل الحفل الختامي على طول. كان في كمان ناس متفوقه جدا في موضوع الاي تي والابتكار، لان ده كان ليه طبعا يعني المهرجان كله كان قائم على الابتكار، كان كلها الروبوتس دي في كل حته، الحاجات الاي اي كلها، احنا حتى صورتنا كانت بتطلع بالاي اي، فطبعا كان وجودهم مهم جدا. وكان في فريق سفراء الشباب كان مشارك بألعاب عن طريق ان احنا بندعم الإديوكيشن عن طريق التلعيب، فكنا مشاركين بألعاب متطوره وجديده بتراث فرعوني ورسومات فرعونيه احنا كان رسمتها لينا المصممه بتاعتنا استاذ سمية الصفتي بنفسها، يعني حاجات اوريجينال فرعونيه.
فكل المجالات طبعا احنا اشتركنا فيها، يعني كنا متقسمين 6 فرق، فريق ميديا، فريق ترويجي، فريق رياضي، فريق الابتكار. كانوا كمان متسميين عن على اسماء الفراعنه، يعني الفريق الترويجي كان اسمه توت عنخ امون، الفريق الابتكار كان اسمه امون حطب، الفريق الميديا اسمه سفنكس، وهكذا. طيب كان في واحدة من النقاشات الكبيرة اللي تم نقاشها كان وقتها تعزيز ثقافة التطوع، ده واحد من الأفكار اللي كانت مطروحة وواحد من العنوان يعني للنقاش. كلميني أكتر، اتكلمتوا إزاي عن التفاصيل دي، تعزيز ثقافة التطوع إيه اللي وصلتوا له فيها مختلف عن اللي بنتكلم فيه كل مرة؟ احنا في منظمة دولية اسمها We Are Together. المنظمة دي بتدعمها هيئة الأمم المتحدة للمتطوعين في روسيا، ودي تعتبر شريك أساسي للوكالة المنظمة للمؤتمر. طبعا هي بتتكلم عن التطوع والمهام الإنسانية والأعمال المجتمعية اللي بيقوم بيها الشباب والقادة الشباب كمان في مجتمعاتهم. بالفعل احنا تم زيارة المكان الرسمي بتاعهم في المهرجان، والأستاذ الدكتور عبد الله البطش زارهم بنفسه، والمستشار الممثل للسفارة المصرية في روسيا زارهم بنفسه، وتم تبادل الحديث عن القدرة التطوعية في مصر وروسيا. واحنا كنا شاركنا كفريق سفارة الشباب العالمي في جائزة بتاعت وي ار توجيزر دي على العامين المتتاليين، وكنا توب فايناليست اول شرق اوسط ورابع على العالم في ان احنا نحصل على الجائزة دي. وبالتالي بسبب مشاركتنا واللي هم شافوه والخبرات اللي شافوها عن الفريق في التطوع والعمل المجتمعي من 2014، تم اختيار احد افراد فريق سفارة الشباب العالمي هو دكتور أمير حواس للتحدث في لقاء خاص لخمسين واحد فقط من 20,000 مشارك مع الرئيس بوتين، وكمان كان في لقاءات مع رئيس وزارة الشباب ورئيس الوزراء، لقاءات طبعا مغلقة عشان نتكلم عن التطوع، ازاي نوطد العلاقات المصرية والروسية، ازاي الشباب المصري يستفيد من الشباب الروسي، وهكذا، وتبادل الطرفين يعني. تمام. وكان في لقاء كمان مع رئيس المهام الإنسانية، كان ليك انت لقاء مع رئيس المهام الإنسانية في روسيا، لو تكلمين عن هذا اللقاء وايه اللي تم فيه، وازاي زي ما قلت يكون في عمل مشترك او اي نوع من انواع التأهيل ما بين الشباب المصري والشباب الروسي. في حاجة اسمها ميشن دوبرا، رئيس المهام الإنسانية ميشن دوبرا دي ميشنز أو مهام إنسانية من روسيا بتروح للعالم، راحت الهند وباكستان ونيجيريا ومصر السنة اللي فاتت. احنا كان لنا الشرف إن احنا نستضيفهم، نزلوا معانا كرة في البحيرة، لعبوا مع الأطفال الألعاب التفاعلية المبتكرة وأسلوب الرياضة من أجل التنمية اللي احنا بنستخدمه في مبادراتنا. أشادوا جدا بإن في شباب مصري ما عندهمش عنف ضد المرأة، ما عندهمش عدم مساواة، لا بينادوا بالحقوق الإنسانية وبالقيم. فهم لما جم عندنا في مصر الميشن دي رجعت روسيا، يعني كانوا متفاجئين بالحضارة بتاعتنا وبإن احنا لا مفيش جمل، مفيش حاجات اللي هم بيسمعوا عنها، لا ده في شباب متطور بيعمل ألعاب متطورة. فبالتالي احنا عرضنا ده في ميشن في السيشن ديت، ولما عرضناها يعني الرئيس الميشن أعجب جدا بالنتائج، فعرض علينا ان احنا نشتغل في مجموعة عمل على نطلع ميشن جديدة وفكرة جديدة تكون بتوصل ما بين روسيا ومصر ودول تانية. فاحنا افتكر يعني فكرنا وعرضنا فكرة حاجة اللي هي الميشن او المهام الصديقة للبيئة، وده طبعا بيدعم رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الكوب 27، التوجه طبعا ان احنا نعزز التعامل الصديق بالبيئة والفعاليات الصديقة بالبيئة. فبالتالي دي لقت اهتمام منهم وحبوا ان هم يدعموها، وقالوا ان هم ان شاء الله السنة دي الميشن دي تتنفس ما بين مصر وروسيا ودول افريقية. في اي اطروحات تانية اتفقتوا ان يبقى الشغل فيها مشترك ما بينكم وما بين الجانب الروسي؟ بعد اللقاء بتاع السيد رئيس بوتين كان في بعض الاجتماعات، واقترحوا ان احنا يكون في تعاون ما بين وزاره الشباب وبين الوكاله الروسيه، بحيث ان هو يكون سواء الجوائز الدوليه او الانشطه اللي بتتنفذ ما بين الدولتين يكون مطروح ومدعم من قبل الحكومه والستيك هولدرز، لان ده مهم جدا الفتره اللي جايه. طيب عظيم جدا. دكتوره زي ما هم جم وزاروا دول كتيره وزاروا مصر، هل احنا عندنا نفس الفكر ونفس التخطيط ان احنا نزور دول تانية نتعرف على ثقافات اخرى وفي نفس الوقت نعرفهم اكتر بالثقافه المصريه؟
بالطبع احنا اصلا في المهرجان اطلقنا مبادره دوليه عالميه اسمها تبادل المبادرات العالمي، وده بيهدف ان احنا المبادرات الناجحه اللي موجوده في مصر اللي ليها اثر كبير، لان مصر عندها كتله تطوعيه كبيره على مستوى الشرق الاوسط والعالم كله، ان احنا نتبادلها مع الدول الثانيه وعلى راسهم روسيا، وده المخطط ليه ان شاء الله في السنه الجايه. طيب هل بيبقى في مبادره شغاله في مكانين في نفس الوقت؟ يعني هل طرحتوا فكره ان انتوا يبقى في عنوان عريض تشتغلوا عليه كل واحد بما يتناسب مع احتياجات بيئته ولكن تحت نفس المظله او تحت نفس العنوان؟ هو المنظمه اللي هي منظمه للمهرجان وي ار توجذر هي اعربت عن اهتمامها قوي بفكره الالعاب من اجل اهداف التنميه المستدامه اللي هي بتنفذ في مصر، وان هي يعني النتائج بتاعتها مبنيه على اسس علميه واستشاريين هم اللي نفذوا المبادره دي، فبالتالي هم حابين ان ده يتنفذ كمان في روسيا وان احنا نروح ندربهم، فبالتالي نقدر ننفذ جيمز فور جولد دي في مصر وفي روسيا ونقارن ما بين النتائج ونشوف ايه مدى الاستفاده اللي ممكن نحصل عليها من ده. طيب قلت ان مصر بقى فيها كتله كبيره جدا من العمل التطوعي، لو تكلمينا عنها ازاي وصلنا الى هذا المستوى وهل العدد فيه زياده، ازاي ننشر اكتر ثقافه التطوع؟ طيب انا هكلمك عن نفسي، انا متطوعه من وانا عندي 12 سنه ف يعني كان ليا باع كبير قوي في التطوعي، خدته من مجال التطوعي من تحت، ودايما بقول للشباب عندي في فريق السفراء الشباب العالمي ان هم ما يجريش دايما عن هو يكون قائد، لا اتعلم من تحت. من 2014 اللي انا شفته ان لا كان في كتله تطوعيه محترمه، ولكن دي زادت وظهرت امتى؟ لما بدات تنزل المبادرات الرئاسيه، لما بدا السيد الرئيس يحس على دعم الشباب ودعم القدره التطوعيه، لما بدات في مؤسسات زي مؤسسات المبادرات الرئاسيه زي يعني 100 مليون صحه حياه كريمه، النهوض بالعشوائيات وان هي تكون مدن متطوره، كل ده بدا يظهر بالذات بعد منتدى شباب العالم في 2017، بدا القدره التطوعيه المصريه تزيد وتظهر، هي كانت موجوده ولكن ما كانتش ظاهره قوي للعالم او للمؤسسات، بدات المؤسسات الدوليه والاي ان جي اوز واليو ان ايجنسيز تبدا انها تفكر ازاي تعمل مجالس شبابيه ومجالس شبابيه استشاريه بتدعم الشباب ده. ايضا معالي الوزير اشرف صبحي كمان مهتم جدا ان هو يوحد قوى الشباب في مكان واحد، فبالتالي دلوقتي بقى يعمل لهم مجموعات عمل ويعني زي ما بنقول نحتضنهم تحت رعايته عشان يتم اعدادهم بشكل مناسب لما حد يشارك في اي محافل دوليه. اكيد كل الشكر ليكي دكتوره نجلاء فتحي ديثي مدير برنامج اسره بالهلال الاحمر المصري، شكرا نورتينا. شكرا لكم جدا. شكرا دكتوره، كل سنه وانت طيب. وانت طيب، ميرسي لكم جدا.